ما فيش شك ان زيارة الرئيس السيسي لدولة العراق هو اعادة للعلاقات الوثيقة ما بين مصر والعراق. مصر والعراق شعبين بيرتبطوا ببعض ارتباطات تاريخية، ارتباطات وثائقية. دولة العراق بالنسبة للشعب المصري لها مكانة خاصة، مكانة متميزة. الحقيقة الزيارة دي يمكن لاقت ارتياح كبير جدا عند الشعب المصري، الجميع سعيد جدا بهذه الزيارة، ودي تأتي إلى أن الجولات الخارجية اللي بيقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي إلى الامتداد للجمهورية الثانية لمصر الحديثة، لمصر العظيمة. أعتقد أن زيارة تاريخية مهمة جدا، هيبقى ليها صدى طيب على الشعبين المصري والعراقي، لما تمتع من صلات قوية جدا في وصلات تاريخية قوية جدا. تعلم سيادتك يمكن الشعب المصري يمكن ساهم في بناء البنية التحتية العراقية لأمد طويل، وأعتقد أن دولة العراق الشقيقة أعتقد أن هي محتاجة لإعادة إعمار مرة أخرى، وأعتقد أن يمكن المصريين هم قادرين لما تتمتع دولة العراق لمكانة في قلوب المصريين. فأعتقد أن عملية البناء والإعمار في العراق هتتم بسواعد الشعب المصري للشعب العراقي الشقيق. أعتقد زيارة في غاية الأهمية في هذا الوقت بالذات، وأعتقد أن هي زيارة تاريخية، وإحنا بنتوجه كشعب مصري بخالص الشكر والتقدير على الترحاب اللي تم مقابلة به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دولة العراق. وهذه كعادة الشعب العراقي وعادة المسؤولين والرئيس العراقي، وأعتقد أن هذه الزيارة سوف يكون لها توابع على الشعبين في الفترة القادمة، وده هيساعد إلى إرجاع العلاقات التاريخية لجميع الدول العربية في هذه المنطقة. يمكن البداية كانت بدولة العراق، وأعتقد أن ده هيبقى تباعا للدول والعربية الشقيقة في المرحلة القادمة. أنا رأيي أن هي زيارة في غاية الأهمية في هذا الوقت، هتصب بالنفع العام على المنطقة بأسرها، ليس الشعبين العراقي والمصري فقط، بل هيكون لها مدلول إيجابي على المنطقة العربية بالكامل.